السوق الوطنيه اليوم راهي محتاجه 1600 حتى 1800 طن. بمناسبه الشهر الكريم شهر رمضان المبارك اللي نتمنى فيه صيام مقبول لكل الجزائريين، نظل لحقنا اليوم حتى 4600 طن، يعني ثلاث مرات القدره الانتاجيه نتاعنا ضعفناها بثلاث مرات، وحتى الاحتياجات الوطنيه نتاعنا ضعفوا بثلاث مرات. اليوم رانا نشتغل لمده 8 ساعات يعني 3 فوا 8، ونظن حتى الاحتياجات الوطنيه من هذه الماده الاساسيه اللي يحتاجها مائده المواطن في كل بيت جزائري نظن ضعفت الى ثلاث مرات. الانتاج متوفر بقوه، حتى الماده الاوليه اللي يحتاجوها الاخوان المحولين محتاجه وتغطي الاحتياجات الوطنيه الى اشهر عديده وعديده، وراهم معايا الاخوان يعني المديرين نتاع مؤسسات الانتاج ومؤسسات التحويل الزيتي. اليوم الحمد لله الوفره موجوده بقوه. كان فيه مشكل مطروح اللي هو مشكل التوزيع و يعني تلبيه حاجيات كل المواطنين، لانه فيه بعض الاحيان كان فيه بعض الاقاويل انه فيه ممكن يكون انه ندره في الزيت او في مواد اخرى. الحمد لله نطمن كل الجزائريين باننا الحمد لله متواجدين اليوم بقوه في كل الولايات، وممكن فيه بعض التذبذبات اللي بدات في بدايه شهر رمضان، لكن اليوم على حسب الاخوان راهم ينجوا 400 طن في هذه الوحده اللي رانا فيها، يوزعوا في الجزائر العاصمه فقط 60 طن اقصى تقدير، والباقي يعاود يرجع ويحول الى ولايات اخرى. هذا اذا كان تكلمنا على العاصمه، وهذه الوضعيه متواجده ومتعمه على كل ولايه القطر. اذا المخزون اللي موجود اللي يكفي مش فقط شهر رمضان، على بالنا بلي كاين بعض الاخوان خزنوا بما فيه الكفايه، نقول لهم ما تخزنوش بزاف لانه ممكن راح يكون فيه وفاء.